لا تهاجر، اخفي ايمانك، فالايمان استغفرهم احدى الكبائر. لا تقل انك شاعر، تب، فان الشعر فحشاء وجرح للمشاعر. انت امي فلا تقرأ ولا تكتب ولا تحمل يراعا او دفاتر، سوف يلقونك في الحبس ولن يطبع اياتك ناشر. احمد مطر في نصه يبحث عن الحرية التي هي وعي الضرورة بمعناها الكامل. احمد مطر شاعر ذو حس مرهف، متمرد، رافض للواقع المرير الذي تعيشه هذه الشعوب وهذه المجتمعات. في شعره تجد لمحات التفاؤل ولمحات الأمل بتغير هذا الحال. كان دائماً يعتبر أن وظيفة الشعر هو أن يكتب بالدم وبالسيف أو ما شابه، وليس أن يتأنق وأن يصنع إيقونة لفظية أو لغوية أو شعرية. أحمد مطر يكتب السهل الممتنع، السهل الممتنع الذي يسمعه المتلقي فيظن أنه قادراً على يكتب مثله، لكنه لا يستطيع أن يكتب مثله. بين واحات النخيل الواسعة بقرية التنوم الواقعة على ضفاف شط العرب بمحافظة البصرة جنوب العراق، ولد الشاعر العراقي أحمد مطر، ليشب طالباً بمدرسة الأصمعي الإعدادية، وفيها بدأ يسطر أولى كلماته، ليبدأ طريقاً طويلاً تمتد على جوانبه معاني الغربة والعزلة. أنا في بريطانيا، دولة مستقلة، لست سعيداً لأني بعيد عن صدى آهات المعذبين، لأني أحمل آهاتهم في دمي، فالوطن الذي أخرجني منه لم يستطع أن يخرج مني، ولا أحب أن أخرجه، ولن أخرجه. كانت تلك آخر كلمات لخص بها مطر آلامه قبل أن ينأى بنفسه بعيداً لقرابة 30 عاماً، حتى آخر ظهور إعلامي له عام 2014. كان لقائي مع أحمد مطر إبان خروجه من تجربة ومواجهة مريرة مع السرطان للمرة الثانية، إضافة إلى ذلك كان إثر شائعة موته التي تم نفيها. سألته عن سبب هذه العزلة التي امتدت سنوات وعقود، ما سبب هذه العزلة؟ فتحدث أنها من الخيبات، أولا خيبات في الوطن العربي الذي ظل يدافع عن حريته والعدالة والمساواة فيه، فوجد أن الحال العربي من سيء إلى أسوأ، فهذه إحدى خيباته. الخيبة الأخرى خيبة من الأصدقاء. هذا الرجل تعرض في شبابه إلى أنواع مخيفة من العقوبات، طلب منه وهو في المدرسة أن ينشد شعرا بمناسبة احتفالات تموز فرفض، فكانت عقوبته السجن. بعدها بفترة بسيطة شقيقه أعدم في عهد صدام حسين، فاضطر إلى الهرب من العراق، ولم يكن له أمامه غير الكويت ليلتجأ إليها. وفي الكويت وجد باباً مفتوحاً، اشتغل بصحيفة الخليج العربي ثم في القبس، وكان ينشر قصائدي، وطبع ديوانه في المغرب العربي الذي طبعته الكويت أكثر من 1,000,000 نسخة، 1,000,000 حوالي 200,000 نسخة طبع في الجزائر وفي المغرب، وتوزع على كل أنحاء العربي، وبدأ شهرة أحمد مطر حقيقة تنتشر في كافة البلاد العربية. وهناك أعلن عن فن جديد غير مسبوق في الأدب العربي، هو اللافتات التي حملها نقداً وتوثيقاً لمنعطفات الوطن العربي، ليصير بعد سنوات شاعر التمرد والثورة الذي ترفع كلماته على لافتات النضال. تعد ظاهرة أحمد مطر الشعرية ظاهرة جديدة في الشعر العربي، لأنه أضاف فن اللافتات، وأكثر هذه اللافتات كانت احتجاجية ضد الحكام وضد الدكتاتورية التي عانى منها أحمد مطر وعانى منها الشعب العراقي. يعني غالباً اللافتات تحمل لتأييد شيء، أحمد مطر حمل لافتاته لضرب هذا الشيء، اللافتات تحمل لتأييد الحاكم،
حمل أحمد مطر اللافتات ضد الحاكم. اللافتات دائما لا تحتوي على معاني غامضة، لا تحتوي على معاني غريبة، فيها كلام وطلب مباشر لتحقيق أشياء أو لنبذ أشياء. هذه اللافتات وضعت بالصفحة الأولى في القبس وكانت ظاهرة جديدة في الصحافة العربية، وصارت لافتاته أشبه بافتتاحية تنشر على الصفحة الأولى في القبس، لدرجة أن الناس كانت تترقب موعد صدورها وتتداولها، وتركت أثر مباشر على الناس حقيقة بطريقة كانت الناس تقول هل قرأت لافتة أحمد مطر اليوم؟ عباس وراء المتراس يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا، منتظرا محتضنا دفة. أول لافتة نشرها في القبس الشاعر أحمد مطر كانت في أغسطس عام 1980، وكانت بعنوان عباس وراء المتراس يقظ منتبه حساس. صرخت زوجته عباس، ضيفك راودني عباس، أبناؤك قتلى عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا، زوجته تغتاب الناس. الصورة ساخرة بمعنى كلمة السخرية من وجود اجتماعي لا يمتلك سوى الشكل والمفردات، أما الفعل فهو لا وجود له في واقع يعيشه الشاعر أحمد مطر. أراد مطر أن يوظف فيها المثل الشعبي العراقي لمن تدخر الخنجر أو لمن تدخر سلاحك، يقول لأوقات الشدة، لكن عباس مر بأصعب من شدة، ويمزج بين المراودة، مراودة زليخة ليوسف، ويستبطن أو يستقرئ أو يتناص مع الآية القرآنية في أن الضيف أو هذا الذي المحتل قد راود زوجته. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، أرسل برقية تهديد. فلمن تصقل سيفك يا عباس في وقت الشدة؟ اصقل سيفك يا عباس. التركيب الفني لهذه القصائد هي قصائد قصيرة، ضربات تقريبا لنقول أنها قريبة من بحجم قصيدة الهايكو اليابانية، وربما قريبة من السونيت أيضا، تحمل فكرة واحدة فقط، رسالة سياسية وثقافية دائما يحاول أن يوصلها إلى القارئ العربي. لنقول أن الهم الاجتماعي والهم السياسي لدى الشعر كان متغلبا على الهم الشعري الحقيقي، لأنه كان دائما يعتبر أن وظيفة الشعر هو أن يكتب بالدم وبالسيف أو ما شابه، وليس أن يتأنق وأن يصنع إيقونة لفظية أو لغوية أو شعرية. وهذا ربما الحقيقة أحد مصادر الضعف في تجربة أحمد مطر، لأن عنصر المباشرة وعنصر التحريض الحقيقة أبعد عنه الاهتمام بالجوانب الفنية. قصيرة موجعة، هكذا كانت لافتات مطر تكتب، لم تحتج لكلمات كثيرة ولا جمل طويلة. حكاية بين السخرية والكوميديا السوداء، لافتات لم يسلم منها موقف سياسي ولا حاكم، كانت لسان كل عربي ونبض كل شريف. وصفوا لي حاكما لم يقترف منذ زمان فتنة أو مذبحة، لم يختبئ من شعبه خلف جبال الأسلحة، هو شعبي ومأواه بسيط مثل مأوى الطبقات الكادحة، زرت مأواه البسيط البارحة وقرأت الفاتحة. الحاكم الصالح أيضا نص فيه من السخرية والاستهزاء بأولئك الحكام الذين يتكلمون ولا يفعلون، كثير الكلام قليل الفعل أو حتى معدوم الفعل. أحمد مطر لم يبدأ السخرية في الشعر العربي، السخرية في الشعر العربي بدأها شعراء كبار، ولكن عندما يطغى غرض معين أو طريقة معينة أو فن معين على شعر شاعر كبير ويأخذ مساحة شعرية كبيرة في نسيجه الشعري يسمى بذلك أو يسمى بذلك. الحقيقة لابد أن نحلل السخرية،
تحليل نفسي للسخرية. السخرية هي من آليات الدفاع النفسي. أحيانا الإنسان يستخدم الكوميديا السوداء أو يستخدم السخرية حتى يدافع عن نفسه، لأنه مهان من قبل الحاكم، بطال ما عنده عمل، يقتل أخوه، يقتل صديقة، يعدم الإنسان الشريف، فمن يسخر. أنا أعتقد هاي آلية دفاعية لدفاع عن نفسه. كانت قصائد تستقبل استقبالا جيدا، وهو بالمناسبة من الشعراء القلائل الذين نجحوا في استقطاب القارئ والمتلقي بشكل ناجح، لكن ذلك قاد إلى الحقيقة الكثير من الأحقاد والوشايات ضده. فالأنظمة السياسية العربية مهما كانت تدعي الديمقراطية لا تستطيع أن تحتمل هذه الحرية التي يمنحها لنفسه شاعر مثل أحمد مطر. لسنوات طويلة ظل الصراع العربي الصهيوني محور النضال وبوصلة المفكرين والأدباء العرب، إلى أن وقعت اتفاقية كامب ديفيد، فخرج مطر بلافتة من أجراء ما كتب، ساخطاً على الموقف العربي وكل ما أفرزته الاتفاقية، وتشكلت على إثرها حالة غضب لدى رؤساء وحكومات معظم الدول العربية. الثور فروة من حظيرة البقر، الثور فر، فثارت العجول في الحظيرة، تبكي فرار قائد المسيرة، وشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر. هي كانت تتحدث عن أنور السادات وموقفه الاستخذائي في عملية السلم مثل ما يعرف المصالح مع إسرائيل، اللي اعتبرت مذلة من خلال اتفاقية رفضها العالم العربي. الحقيقة منذ القدم حاول الإنسان التعبير عن همومه وآماله وآلامه وتطلعاته عن طريق الحكاية عن الحيوان، لكن أحمد مطر يوظفه بطريقة أخرى، يعني يتحدث عن الفحول العربية ويقارنها بهذه الفحول الحيوانية. فعندما يكون الثور هو الذي يساوم وهو الذي يبيع وهو الذي يضع يده في يد المحتل وتحتج عليه الحظيرة، لكن في الأخير يفاجئ الآخر، وهذه ميزة من ميزات شعر أحمد مطر، أنه صاحب الضربة الأخيرة أو البيت الأخير، بمعنى يقلب كل ما تقدم إلى معنى هو كان يريد أن يسحب القارئ إليه. وفي ختام المؤتمر تقاسموا مربطه وجمدوا شعيره. وبعد عام وقعت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. لاحقت أصوات الرفض مطر، ولم يكن قد أصدر سوى ديوانه الأول في وقت كثرت فيه عيون الرقباء والساعين خلف قمع ظاهرته الحرة. لاحظت أن قصائد معينة لأحمد مطر كانت متداولها سرا، مثل البيانات السياسية في الكثير من المناطق أيضا يتم تداولها سرا بشكل كاسيتات وما شابه، أيضا في مخيمات الفلسطينية كانت تقرأ أيضا. وكذلك أنا زرت مناطق معينة، حدثني كاتب سعودي قال نحن نتبادل هذه السيديات، وكذلك في تونس وفي بلدان المغرب العربي، فكانت تنتشر ضمن رسائل معينة فضلا عن انتشار الصحيفة نفسها وتداولها يعني بين القراء ومعرفة هذه الاتجاهات، فكانت ذات تأثير كبير من الناحية الثقافية والسياسية. عندما طبع الطبعة الأولى لمجموعة الشعرية اللافتات في الكويت ودخلت إلى مصر، استطاع الكثير من المثقفين والأدباء من استعارة هذه النصوص الدواوين وتوظيفها أو توزيعها بشكل سري بصيغة الاستنساخ، بصيغة الاستنساخ، يستنسخها ويبيعها بشكل سري، لأنها كانت من الممنوعات في 20 دولة عربية بالمناسبة، لم يسمح لها إلا في دولتين هما الكويت والقاهرة، ومنعت في 20 دولة عربية. لافتات أحمد مطر كانت تخضع للرقابة مرتين، مرة من قبل جهاز الرقابة اللي موجود بكل الصحف في الكويت من قبل وزارة الإعلام، المرة الثانية
من قبل رئيس التحرير ومدير التحرير وسكرتيرية التحرير، بحيث أنه هذا الرجل كان يرمي قذائفه في وجوهنا، وعليك أنت أن تتولى المسؤولية. وهنا أتذكر شيء جميل كموقف من قبل الشاعر أحمد مطر، كان يرفض تغيير النقطة والفاصلة، إما أن تنشر اللافتة كاملة أو تحذف كاملة. حملت اللافتات رافضة الظلم تارة ورافضة التضييق ومحاولة النيل من مساحة الحرية التي تعود عليها مطر تارة أخرى، إلى أن قرر الثورة فكتب لافتته الشهيرة حيثيات الاستقالة. ورغم مكانة القبس في قلبه، إلا أنه قرر أن يتمرد كعادته. أيتها الصحيفة، الصدق عندي ثورة، وكذبتي إذا كذبت مرة ليست سوى قذيفة، فلتأكلي ما شئت، لكني أنا مهما استبد الجوع بي أرفض أكل الجيفة. أيتها الصحيفة، تمسحي بذلة وانطرحي برهبة وانبطحي بخيفة، أما أنا فهذه رجلي بأم هذه الوظيفة. حيثيات الاستقالة والثورة نفسية هي عبارة عن انتقام للذات، هي عبارة عن ثار للنفس، إذا كانت الأمور تصل به إلى حد أن يمنع شعره ويقصه الرقيب ويراد له أن يبعد عن هذه الصحيفة، فإنه يخرج منها غير نادم، بل يخرج بكبرياء وسمو وعلو، ويضع هذه المهنة التي تمنع عنه النشر في هذه الصحيفة. هذه القصيدة الحقيقية تدين هيئة التحرير وتدين أيضا النظام العربي والسياسي الذي لم يحتمل ذلك، لأنه طلبوا منه اشتراطات معينة أن يخفف من لهجته ويكتب ما معناه محاولة لترويضه وتحجيره، وتعرض لنفس المبدأ الفنان ناجي العلي من قبل حتى أقرب الناس إليه. صحت من قسوة حالي فوق نعلي كل أصحاب المعالي، قيل لي عيب فكررت مقالي، قيل لي عيب وكررت مقالي، ثم لما قيل لي عيب تنبهت إلى سوء عباراتي وخففت انفعالي، ثم قدمت اعتذارا لمعالي. أنا في رأيي الخاص هنالك ضغوطات من الدول العربية ضد الحكومة الكويتية وتحديدا وزارة الثقافة من أجل الوقوف ضد أحمد مطر وصديقه ناجي العلي، لأنهما كانا يطالبان بحرية الإنسان، حقوق الإنسان، البلد الحالم. لا تسألوا كيف اختفت لافتتي الشعرية، فهذه الأوطان تعتقل الفأس إذا ما حلت الأوتان، وهذه الأوطان إذا أتاها ظالم تذبح كل طائر مغرد وزهرة برية، لأنها تخشى على شعوره من منظر الحرية. سيداتي وسادتي، هنا لندن. بين رسوم ناجي العلي ولافتات مطر وجدت الكويت أنها بين طرفي مقص، فقررت ترحيل الفنانين. وعلى أبواب مدينة الضباب اجتمعا معا يحملان هم الوطن وهم الغربة، ليعيشا سويا رحلة جديدة في طيات التغريبة عام 1986. فأخذ مطر يحضر لديوانه الثاني. الحقيقة جمعت بين ناجي العلي وأحمد مطر مشتركات كثيرة، كلاهما كانا يحملان الهم الواحد ويحملان الشعور الواحد، وربما كان حدس أحدهما مشابه أو مقارن لحدس الآخر، وربما فكر الاثنان في الأمر نفسه في ذات الوقت أو في الوقت نفسه. فأنت تجد على سبيل المثال عندما تصدر القبس في الكويت، ترى في الصفحة الأولى قصيدة لأحمد مطر، وترى في الصفحة الأخيرة رسما كاريكاتوريا قريبا من القصيدة التي فكر أحمد مطر أن يكتبها وأن يضعها في الصفحة الأولى. السلام عليكم. ما كنت أتمنى أن أقف هذا الموقف، أن أقرأ شعرا في رثاء ناجي العلي أخي وصديقي وحبيبي، هذا الذي شاركته خطوته من المنفى
إلى المنفى. أصدر ديوان عنوانه ما أصعب الكلام عندما اغتال الموساد الإسرائيلي صديقه الفلسطيني الذي يقول عنه أحمد ناجي العلي، يقول أنظف فلسطيني رأيته في حياتي. كتب قصيدة 118 بيت على ناجي العلي، كانت رائعة جدا لرثاء هذا الرجل الذي قتله الموساد الإسرائيلي. أعتقد أن لاغتيال ناجي العلي وهو الرفيق أحمد مطر من أيام الكويت شكل صدمة لأحمد مطر. ذكر بالحرف أحمد مطر أني أثقلت بموت ناجي العلي، هو يسميها شهادة. فهذه أيضا إحدى الأمور التي أدت إلى هذه العزلة بعيدا عن الناس وبعيدا عن الأضواء. عفوا فإني إن رثيت فإنما أرثي بفاتحة الرثاء رثائي. عفوا فإني ميت يا أيها الموتى وناجي آخر الأحياء. النص فيه ميزات كثيرة، يقال إنه مباشر نعم، سهل نعم، لكن هذا النص فيه من السخرية والنقد والانتقاد لأولئك القادة العرب الذين كسروا ناجي العلي. اثنين، نص تقريبا متميز ببنائه العمودي اللي يعتمد الصدر والعز القافية الموحدة. المرض وخذلان الأصدقاء دفع مطر في أعقاب وفاة صديقه إلى الانعزال جسدا، لكن روحه مكثت غير بعيدة وأحاطت بكل أوجاع الوطن. عقدان من الزمن أمضاهما مطر بين طيات لافتاته، وكانت آخرها فرعون ذي الأوتاد، تلك التي نشرت في جريدة القبس عام 2014 وحملت في ثناياها كافة هموم الوطن. ما دقت الأوتاد فينا صدفة، بل دقها فرعون ذو الأوتاد وله سوابقه بتصدير الأذى ليصده ويعود بالإيراد. وله عبيد سادة قد سودوا أيامنا من قبل هذا السادي. أحمد مطر رغم عزلته لن مطلع على الأحداث والتطورات، ويؤلمه بعض الانتكاسات في انتكاسة مثلا الربيع العربي وغيرها من التطورات حتى في العراق، فيكتب بعض الأشعار لكنه لا ينشرها. النشر الوحيد في الصحافة قد يعود إلى 2014 في صحيفة القبس، وبعدها نشرت آخر لافتة له كانت لم يصل، فهذه إحدى اللافتات. فهو لا ينشر لأن ما زالت حرية التعبير ليست بذاك القوة في الوطن العربي، فحتى بعض قصائده يمنع أو تخاف الصحف من نشرها لما فيها من سخرية لاذعة تميز بها شعر أحمد مطر على مدار السنوات. أحمد مطر هو الذي منح النص روحا نابضة استطاعت أن تستفز المتلقي ليكون وجود إنساني ممتلك لحريته ووجوده الفاعل. أنا أعتقد أن الجوانب الفنية والشعرية في تجربة نزار قباني حتى الهجائية أرقى فنا وأرفع مستوى من تجربته، لنقول أنه هو محرض سياسي وناشط اجتماعي وناقد، لكن مستوى شعريته لا نستطيع أن نبالغ فيه. لم يكن همه هما فرديا، كان همه هما جمعيا، يرى أنه ابن هذا المجتمع وأنه ربما الملبي أو المنقذ أو المعبر الوحيد عن صوت شعوب وليس شعب بح صوته منذ مئات السنين. إذا كان المفكر بوقا يستوي عنده الفكر والحذاء، أحمد مطر لم يكن بوقا وإنما كان مستقلا ومعتزا بنفسه. أذكر ذات مرة أن فمي كان به لسان، وكان يا ما كان يشكو غياب العدل والحرية ويعلن احتقاره للشرطة السرية، لكنه حين شكى أجرى له السلطان جراحة رسمية من بعد ما أثبت بالأدلة القطعية أن لساني في فمي زائدة دودية.